هل بات استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية أمراً اعتيادياً؟ أم أن استهداف أبها سيكون له ما بعده؟ هل ستغير الرياض استراتيجيتها في معركتها مع الميليشيا؟ أم أن ما يحدث هو ثمن الإخفاق في معركة استعادة الشرعية؟ أهلا بكم. بنظرة إلى تسلسل هجمات الميليشيا واستهدافها العمق السعودي، يبدو الحديث عن مسألة استعادة الشرعية اليمنية مجرد ترف لا طائلة منه. فاليوم مطار أبها يتم استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي وإصابة 26 مسافراً. وبالأمس القريب وتحديداً منتصف مايو تم استهداف أنابيب أرامكو عبر طائرة درون مفخخة. أعداد غير قليلة من الصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار تستهدف السعودية منذ بداية الحرب، إلا أن الملفت هو تطور القدرات الصاروخية لميليشيا الحوثي وتحول السعودية من الهجوم إلى الدور الدفاعي. ألا يتناقض هذا الأمر مع حديث التحالف عن القضاء على المنظومة الصاروخية لميليشيا الحوثي، أم أن الميليشيا تمكنت من تطوير قدراتها الصاروخية؟ هل يدفع التحالف ثمن إخفاقه في معركة استعادة الشرعية اليمنية؟ الآن وبعد أن أصبح المدنيون في السعودية تحت طائلة التهديد، هل هناك رد فعل منظم من الجانب السعودي والتحالف؟ في أول استهداف لمطار مدني، ميليشيا الحوثي تطلق صاروخاً على مطار أبها الدولي، مخلفة 26 مصاباً بحسب ناطق التحالف. تركي المالكي قال أيضاً إن القذيفة استهدفت صالة وصول المسافرين وأصابت مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان. كما قال ناطق الحوثيين إن صاروخاً من نوع كروز استهدف برج المراقبة للمطار، مضيفاً أن العملية تأتي في إطار الدفاع عن النفس. إذن مرحلة جديدة من استهداف المنشآت المدنية السعودية دشنتها ميليشيا الحوثي، ليست ابتداء من هذه الحادثة بل بما تم سابقا من استهداف شركة أرامكو وغيرها من الحوادث. اللافت في هذه الحادثة والحوادث السابقة هي استهدافها للعمق السعودي، وأن المملكة التي بدأت عملياتها العسكرية قبل 4 سنوات تحولت من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع. وزير الدفاع، يا وزير الدفاع، بعد 4 سنوات من قتال هذا الحوثي لماذا تحول من الدفاع إلى الهجوم؟ ناشطون سعوديون تحدثوا عن فشل القيادة السعودية في حماية بلادهم من ميليشيا انقلابية، إذ كيف عجزت رابع أكبر دولة في التسليح عالميا عن هزيمة ميليشيا تحاصرها جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من 4 سنوات؟ ليس ذلك فحسب، بل عجزت عن حماية أرضها من تلك الميليشيا التي صارت تستهدف عمقها العسكري والمدني. بعد عمليات مشابهة لهذه العمليات التي يرتكبها الحوثيون على الأراضي السعودية، ينتظر اليمنيون غضبة الطيران السعودي التي يفرغها على معسكرات الحوثيين أو منازل المدنيين على حد سواء. تعود اليمنيون على ذلك وأصبحوا مقتنعين أكثر من أي وقت مضى بأن المملكة التي كانت تقول إنها ستنهي الانقلاب خلال أسابيع لم تعد تهدف إلى ذلك، بل ذهب الأمر باتجاه أجندات أخرى ليس لليمنيين مصلحة فيها، كما تقول الوقائع على الأرض. ماذا تريد السعودية في اليمن؟ سؤال لم تعد إجابته واضحة بعد 4 سنوات من الحرب، لا لليمنيين الذين أيدوا تدخل التحالف حينها، ولا للشعب السعودي الذي أصبح تحت خطر الاستهداف الحوثي في ظل عجز بلاده عن حمايته. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور فيصل الحديثي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وللضيوف المتوقعين الموجودين معنا في البرنامج. أهلا بك. إذا دكتور فيصل، ميليشيا الحوثي تستهدف مطار أبها الدولي بصاروخ، تقول ترجيحات عسكرية أنه من نوع سومار إيراني، تسبب بإصابة 26 مسافر، بالتأكيد تابعت الحدث، كيف تقرأ ذلك؟ ليس الحدث ليس مستغربا، لأن الحركة الانقلابية الحوثية عندما مارست الانقلاب واستولت على الجيش اليمني، على سلاح وعتاد الجيش اليمني، الجيش اليمني لم يكن جيشا ميليشياويا او عصابات، وكان مؤسسة تمتلك أسلحة
وعتاد من الصواريخ والدفاع الجوي والدبابات والمدرعات والألغام. فلا نستطيع أن من المضحك أن نتوقع بأن الحوثيين أنفسهم هم من صنعوا هذا السلاح، أو فقط إيران هي من زودتهم بهذا السلاح. حتى تصريح السعودية بأن هذا الصاروخ إيراني هو رفع مظلوميتها للمجتمع الدولي بأنها مستهدفة من إيران، وعلى هذه الدول أن تحميها وأن تخلق حربا مباشرة وتؤدى بإيران. أنا أرجح، لست عسكري، ولكن من خلال ونحن أطفال نتابع العروض العسكرية في كل عام في أعياد الثورة، نظل أكثر من 4 ساعات إلى 3 ساعات متسمرين أمام الشاشة، ونجد ونلمس أمام عيوننا صواريخ ضخمة آخرها هي الصفقة الصواريخ البعيدة المدى التي استوقفتها أسبانيا في عام 2003، تذكرون هذه الصفقة من كوريا. وبالتالي الجيش اليمني له مخزون كبير من الأسلحة، وأيضا هناك السعودية في كل مرة ضباط وعساكر. نعم، السعودية في كل مرة تقول بأنها دمرت منظومة الصواريخ لدى ميليشيا الحوثي وبأنها دمرت السلاح بنسبة كبيرة، يعني إلى ماذا يشير ذلك؟ طيب، لكي أجيبك بتفصيل وتحليل سياسي واضح عن هذا السؤال، هناك باعتقادي 3 مصادر للأسلحة التي يستخدمها الحوثيون. المصدر الأول وهو المخزون الذي ظل يشتريه النظام السابق أكثر من 3/4 قرن، وأيضا تدرب عليه ضباط وصف ضباط وجنود محترفين ودورات عسكرية لاستخدام هذا السلاح. أي أنه لا يمكن إبرام صفقة عسكرية لسلاح لا يستطيع الجنود والضباط والعسكر استخدامه. إذا نحن عندنا جيش نظامي تم تدريبه على هذا المخزون، وهو مخزون عالي جدا وهو ما يستخدم الآن، وهذا حسب ترجيحي الكبير. طبعا عندما أعلن المالك العسيري في الشهر الأول على أنه تم استهداف 95% من القدرة الصاروخية، هو مارس الكذب ومارس التضليل، وهذا أيضا الإعلان إدانة على السعودية بأنها ظنت أنها قضت على السلاح، بينما بعد 4 سنوات بدأ يخرج هذا السلاح، وهو الذي يصل إلى الرياض ويصل إلى أرامكو، وهو الذي يمكن أن يصل، لأنه صواريخ سكود قد تصل إلى 700 إلى 900 كيلومتر، هي الوحيدة اللي قادرة على هذا وليس الصواريخ الإيرانية. المصدر الثاني للسلاح طبعا محتمل أن إيران نقلت خبراتها في بعض صناعة الصواريخ ودربت عساكر وضباط لديهم خبرة عسكرية سابقة، ونقلت الخبرة الصاروخية إلى اليمن، وهذا أيضا إدانة لدول التحالف بأنها ما الذي قدمته للجيش اليمني إذا كانت هذه الدولة ليس لها حدود مع اليمن وعلى مسافة آلاف الكيلومترات واستطاعت أن تدعم حلفائها وجعلتهم ينتصرون ويصمدون، فما الذي قدمته دول التحالف للجيش اليمني وللمقاومة اليمنية؟ هذا أيضا إدانة أخرى. هناك الاحتمال الثالث بأن هناك صواريخ تم تهريبها من إيران، وهذه الصواريخ لا يمكن أن تبلغ هذا المدى، لأنه في أيام الانقلاب الأولى لاحظنا بأن هناك أكثر من 4 رحلات جوية مباشرة ما بين صنعاء وطهران، لا تستطيع الطائرات أن تنقل الصواريخ الضخمة الكبيرة في هذه الرحلات، وأيضا السفن إذا نقلت عبره هذه الصواريخ ستنكشف من خلال نقلها على الحاملات. إذا الأرجح، وهذا أيضا الدعم، أيضا رقم 3 الدعم الصاروخي البسيط الأبو 150 كيلو أو 100 كيلو أيضا يدين دول التحالف التي لها جوار مع اليمن، ما الذي قدمته للجيش وللمقاومة حتى تحمي نفسها وتحمي حدودها؟ يعني في المجمل تصاعد هجمات الحوثيين بعد 5 سنوات أو 4 سنوات من الحرب هو إدانة بأن دول التحالف فاشلة في تدخلها في اليمن، وكانت عثرة أمام الجيش اليمني وأمام المقاومة اليمنية، وأصبحت تتدخل في القرار السياسي والعسكري، وعطلت قوى المجتمع الحياة أن تنتصر لنفسها، وأصبحت تصادر القرار السياسي اليمني باعتبار أن الحرب اليمنية هي حرب يخصها مع إيران، وهي من خلال هذا الصراع ومن خلال هذا التباكي بأنها استهدفت مطار مدني في هنا أو أماكن النفط في أرامكو تتباكى أمام المجتمع الدولي لتجد نصرا. وما الذي تفعله الصواريخ والطائرات السعودية ودول التحالف؟ ألم تقصف أكثر من 200 منشأة مدنية وتجمعات مدنية وأعراس وأسواق؟ يعني في نهاية الأمر كلا الطرفين انتهك القانون الدولي
في استهداف المنشآت الدولية، لم يحترموا قواعد الاشتباك. إذن أنا ربما أتيت إلى الإجابة عن ما الذي يشير إليه مثل هذا الاستهداف بعد 4 سنوات. نعم، إذن اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الذهب الباحث في شؤون النزاعات المسلحة من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا. إذن الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا مطار أبها بصاروخ كروز، ما الذي لديك من معلومات؟ تحية لك ولضيوفك على الطرف الآخر وللمشاهدين الكرام. حقيقة أن ما يجري أو ما يقوم به الحوثيون من استهداف لمنشآت عسكرية وأحيانا تكون مدنية يأتي في إطار الحرب الدائرة وتركيزهم على المنشآت الأكثر أهمية استراتيجية، سواء كانت هذه المناطق المستهدفة بالصواريخ أو الطائرات يعني اقتصادية أو عسكرية أو ذات أثار استراتيجي، وهي أهداف مشروعة. لكن هناك ضوابط لهذا الاستهداف، وأتصور أنه ربما قد تثار مثل هذه النقاط في سياق ما قد يطرح من أسئلة. نعم، إذن ما هي دلالات هذا الاستهداف من وجهة نظرك؟ يعني هناك من يقول أن أيضا هذا هو استهداف لمدنيين، ولكن ماذا عن البعد العسكري أو بعد المعركة؟ حقيقة الحوثيون يعني هناك قد يلتمسون أعذارا تبيحها الأعراف القانون الدولي الإنساني أو نصوص القانون الدولي الإنساني، بحيث أنهم يستهدفون منشآت مدنية تسخر لأغراض عسكرية. وهنا يأتي ما يصطلح عليه الضرورة العسكرية، ولكن يجب أن تراعى في هذه المسائل قضية الجانب المدني، ولذا وعلى الطرف الآخر أيضا أن لا يسمح باستخدام المرافق المدنية لأعمال عسكرية حتى لا تكون عرضة للاستهداف المباشر للحوثيين، سواء كانت الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو حتى الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق من الحدود، صواريخ جراد أو الصواريخ المدفعية الصاروخية الكاتيوشا وما إلى ذلك. فقضية الدلالة هنا أن هناك تحول في إدارة الحرب، انتقل من استخدام الصواريخ قصيرة المدى الصواريخ المدفعية الصاروخية إلى صواريخ يعني متوسطة المدى تصل إلى منطقة مكة أو منطقة الرياض، والأخيرة التي استهدفت منطقة عسير أو أبهاء المركز الإداري لمنطقة عسير. وهذه الدلالة نحن ننظر إلى الهدف من ناحية عسكرية هو إضعاف الطرف الآخر ويعني دفعه أو حمله على الاقتراب من التفاوض، والجانب الآخر أن هذه المناطق عسكرية وتأثيرها أشد من وجهة نظرهم العسكرية. ثانيا، هم يدعون أن هذا الاستهداف يرمي إلى إخضاع التحالف بحيث يفتح المطارات اليمنية، أو أن هذه المطارات ستكون عرضة مثلما للإغلاق بطريقة غير مباشرة، مثلما أن مطارات الخاضعة للحوثيين تخضع للإغلاق بقوة القصر التحالف يعني. نعم، إذن من وجهة نظرك أستاذ علي، كيف تدرج الحوثي في هجماته من الباليستية إلى طائرات بلا طيار وصولا إلى صواريخ كروز؟ حقيقة التطور هو فعلا ملحوظ، نحن نلمس من خلال منذ سنة منذ 2015 منذ بدأ الحوثيين باستخدام يعني تقنية الصواريخ الباليستية وتطوير القصيرة المدى إلى صواريخ بلغ بها الوصول إلى مطار الرياض أو مطار الملك في الرياض، ثم استخدموا الصواريخ بشكل بدل أن يستخدموها بطريقة فردية دفعة كل صاروخ كل يومين أو كل أسبوعين أو كل شهر، بدأوا يستخدموا 3 إلى 4 صواريخ إلى 5 كرشقة واحدة، ثم تطوروا أيضا في الجانب الطيران المسير بنفس النمط، يعني استخدام طائرة واحدة في الهجوم واستخدموا أيضا في دفعة واحدة كما حدث في قبل أسبوعين في مناطق الحد الجنوبي. هذا التطور يدل على أن الحوثيين يتحركون بشكل مرن ويتعاطون مع الأحداث بحرية كاملة، لأنه ليس هناك
من يؤثر على قرارهم ولا على تخطيطاتهم، هناك من يدعمهم بشكل مباشر، أعطى لهم الحرية أكثر مما أعطي للشرعية من طرف التعالب. ولذلك لا يلام الحوثيون، لأن هنالك تراخٍ في 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 في, في, في إعطاء القرار للطرف الآخر المعني بالقضية، وهم الشرعية الذين يستطيعون يواجههم، لأنهم أعرف بهؤلاء وكيف يدورون المعركة معهم، سواء على البر أو باستخدام الطائرات أو الصواريخ أو من ناحية البحر. فأتصور أنه الموضوع بخلاصته يعني التدرج هذا ناجم عن هناك مساحة للحرية، لحريتهم في التحرك، في اتخاذ القرار، في اتخاذ النوع الهدف الذي يستهدف، في اتخاذ السلاح الذي يستهدفون بهذه الأهداف، بخلاف الطرف الآخر. نعم. إذا كيف تقرأ مستقبل المعركة في ظل المعطيات، خاصة إذا ما يعني تابعنا تصريحات بعض قيادات الحوثيين وهم يتحدثون عن 300 هدف في العمق السعودي، وجود أكثر من أو ربما 500 صاروخ كروز، ما مخاطر ذلك؟ المخاطر أو نقول أولا يعني دعينا ننظر إلى موضوع ما يثير الحوثيون من امتلاك مثلا 500 صاروخ كروز، امتلاك 500 طائرة، هذه أشياء مبالغ فيها من نوع من الحرب النفسية التي يثيرها باتجاه خصومهم. ولكن لا نستبعد أنهم لديهم نوعية معينة من الصواريخ، أنا لا أستبعد أولا أن تكون الصواريخ التي أطلقت هي صواريخ كروز المتعارف عليها، لأن هذه الصواريخ محدودة التداول ومحدودة الاستخدام وأمديتها بعيدة تصل إلى 3000 كيلومتر، وهي غير موجودة أعتقد لدى الحوثيين. الحوثيون لديهم صواريخ اللي هي صغيرة، ولديهم طائرة مسيرة صغيرة يمكن أن توظف لتكون في ذاتها صواريخ موجهة أو صواريخ مجنحة، وهي قصيرة المدى تصل إلى 150 كيلومتر، من 130 إلى 150 كيلومتر، وهذا المدى هو ما قد يجعلهم يطالون أهدافا داخل جيزان وداخل عسير ونجران. يعني مخاطر هذه المخاطر، طبعا مخاطرها كبيرة جدا، أنها أولا ستضع مناطق كافة من المصالح الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية، ويعني من مصادر توليد الطاقة إلى مصادر نقل الطاقة الضوئية يعني الطاقة الكهربائية، إلى مصادر نقل النفط، إلى أيضا المطارات، إلى الطرقات، إلى المنشآت الحيوية، ستكون عرضة لمثل هذه الضربات مستقبلا. ولكن ما الذي يمكن أن تتخذه مثلا تتخذه الطرف الآخر؟ أولا الطرف الآخر يجب أن ينقل المعركة إلى العمق. هذه معركة العمق هو ترك الحديدة التي تعبر من خلالها الأسلحة وتقنيات الصواريخ والخبراء والأموال التي تدعم عملية تدعم خزينة الحرب، أعطاهم كل شيء ثم ذهب ليخنقهم من 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 يخنقهم في يعني نقول في سيقانهم، ولم يخنقهم في رقابهم، تركهم يمدون المناطق يمدون الخزينة العسكرية خزينة الحرب بالأموال والأسلحة والعتاد والخبرات وما إلى ذلك، ثم ذهب ليقاتلهم في الحدود على مناطق ليست ذات جدوى عسكري، مقارنة بما يدور بما بالمناطق التي تركها، وهي مثلا العاصمة والموانئ، وهذه هي أهم أهداف عسكرية لإخضاع الطرف الآخر. على السلطات أو على التحالف أن يعطي القرار للشرعية ولقواتها للتحرك، ويكون دوره هو دور إشرافي موجه لا دور متحكم. الآن تحركوا في منطقة في الحدود في سعدة، ثم ذهبوا ليفتشوا عن في المعركة، هذه ليست مناطق التي تخضع الحوثيين للاستسلام أو للسلام، إذا المعركة ستطول ما لم يجري نقل المعركة حقيقة إلى المعركة. عند مسألة نقل العمق إلى الطرف الآخر، دعني أنقل هذه الفكرة للدكتور فيصل، وأنت شكرا جزيلا لك. الأستاذ علي الذهب الباحث في شؤون النزاعات المسلحة كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذا ما رأيك دكتور فيصل حول ما طرحه الأستاذ علي الذهب في مسألة نقل المعركة إلى العمق، ما الذي يتوجب على التحالف القيام به حتى يستعيد ربما طرف المعركة لصالحه؟
نجزم بكل وضوح بأن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية لن تكون آمنة مطلقا، وأن من سيحمي أمنها الجنوبي ليس إضعاف اليمن وليس إبقاء الحرب مفتوحة كجرح النازف بدون بناء دولة يمنية هي القادرة على حماية حدود البلدين. السعودية ودول التحالف ذهبوا إلى إضعاف الدولة، إضعاف الشرعية، إضعاف المناطق المحررة، وبالتالي سهل على الحوثيين أن يفاجئوا السعوديين في خاصرتهم الجنوبية، وكل يوم يخلقون مفاجآت. مهما جندت السعودية من شباب يمنيين لمحارق هذه المواجهات فهي إنما تقتل، تمارس القتل وتدافع عن نفسها عن طريق الارتزاق، ولن تحقق أي أمن، والاختراقات تكبر. الدولة اليمنية هي الكفيل بحماية أمن البلدين. إلى الآن لم نلحظ أي أهداف استراتيجية حول دعم الدولة اليمنية بحيث إنها تحل محل حكم الميليشيات. لا يمكن القضاء على الميليشيات بدون تعزيز الدولة اليمنية. فنحن ننظر إلى تحركات مشبوهة ومستفزة لليمنيين، حتى أن كل صاروخ يؤذي السعودية أصبح يلامس هوا في نفس كل يمني. لو لم يعد يخفى على أحد، إنهم يتصرفون بكل غباء للأسف. انظري القوات العسكرية السعودية أين هي؟ موجودة في المهرة تخطط على لشيء آخر، موجود في حضرموت، موجودة في شبوة أي أنها تقضم كثير من الحدود اليمنية، موجودة في سقطرة بالتقاسم مع الإمارات. الإمارات أين هي موجودة؟ بالشواطئ اليمنية على امتدادها بالموانئ بالجزر. إذن هؤلاء ساهموا في تدمير الدولة التي يمكن أن تحمي أمنهم القومي من إيران، ويمكن أن تحمي أمنهم المباشر الحدودي بين اليمن والسعودية. مسألة نقل المعركة إلى العمق، هذا يخص قرار الجيش اليمني والسلطة الشرعية. إذا ما وفرت دول التحالف كل الإمكانات العسكرية والمادية للجيش اليمني، لا يستبعد أن يحسم الجيش اليمني التخلص من الميليشيات بخلال أسابيع أو شهر أو شهور، هذا شيء مؤكد منه. ولكن قيدت السلطة الشرعية، بل خلقوا لها ميليشيات متنافسة، منعوا الحكومة والرئيس من العودة، همشوا السلطات المحلية، أوقفوا الإغاثة، الإعمار، يمنعوا الطيران، الموانئ، النفط. وبالتالي عندما تستهدف الدولة اليمنية، من الذي سيحمي الأمن القومي للسعودية والخليج غير الدولة؟ إذن من هو الرابح في هذا التهميش وفي ضرب الدولة اليمنية؟ هم الحوثيون. نعم، وربما تحدثنا عن هذه النقطة مرارا دكتور، يعني برأيك هل تجني السعودية الآن ثمار أو الثمار السيئة لانشغالها عن المعركة الأساسية هي والإمارات بمعارك خارج سياق استعادة الدولة؟ هذا شيء طبيعي، بأنه كل فعل خاطئ ينتج عنه نتائج خاطئة، هذه أمور بديهية. ولا يتوقعون شيئا غير هذا، ولا يمكن نحن أيضا نتوقع انتصارا في الداخل اليمني في ظل هذا الفعل الخاطئ من دول التحالف. في علم الإدارة وفي علم الاستراتيجيات هناك بديهية تقول بأنه كل فعل بلا هدف هو عبثي. إذن هل الحرب القائمة في اليمن لها أهداف أم بلا أهداف؟ طبعا هي لها أهداف محددة وواضحة من جانب إيران وحلفائها الحوثيين، ولذلك هم باسطون على الشعب وعلى جزء من الأرض وعلى جزء من الخارطة، وأيضا يهددون العمق السعودي. فالهدف الواضح أدى إلى نتائج واضحة. غياب الأهداف لدى دول التحالف أدى إلى حرب عبثية. اليوم نحن نتساءل وطرحي هذا السؤال على أي عسكري، ما هو هدف الحرب لدول التحالف التي تبلغ 11 دولة وتعجز عن حسم المعركة ضد ميليشيات متهم دعمها من إيران، وإيران تبعد عنها آلاف الكيلومترات وليس بينها جوار حدودي، وأنها تتسلل بأسلحتهم وبأشياء من الدعم خارج الحدود. ولو تكرمت لي أنا أستنتج مثلا، ما الأهداف التي تسعى السعودية من إطالة الحرب ومن هذا العمل الفعل العبثي؟ أنا باعتقادي من منظور سياسي واستراتيجي،
تسعى السعودية إلى رفع مظلوميتها لإخفاء جرائمها العسكرية داخل اليمن كما تفعل إسرائيل في قتال المدنيين العزال من الفلسطينيين، وهي ربما ظهر هذا في مؤتمر في المجتمع الأخير. نعم، وهذه أحد مظاهر هذه المظلومية، ومن خلال هذه المظلومية بهذا الهدف تريد أن تستجدي المجتمع الدولي لكي هو الذي يقضي على إيران نيابة عنها، لأنها تعلم يقينا بأنها عاجزة عن مواجهة إيران وجه لوجه. هذا الهدف الأول، وهو هدف عبثي. الهدف الثاني قلنا استعداء العالم وحشده لضرب إيران نيابة عنها. الهدف الثالث إيجاد ذرائع أمام المجتمع الدولي وأمام الدول المصنعة للسلاح بمزيد من الشراء الأسلحة، أي أنه الحكومات لا تبيع أسلحتها عبثا حتى وإن كانت هناك مغريات مالية. إذن هذه المعركة وهذا الفشل وطول المعارك سمح للسعودية بأنها تقنع الحكومات بأنها في وضع خطير، وأنه سيهدد منابع النفط، وأنه سيضعف المنطقة، وإلى مما يجعل كثير من الحكومات تضرب عصفورا بحجر، تضعف المنطقة من جهة وتستثمر صفقات السلاح مع السعودية. الهدف الرابع وهو ما هو واضح جدا، هو تدريب جيشها وتأهيله في أي مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، لأنها تشتري مخزون هائل من السلاح من 50-70 سنة ولم تقع معركة حتى تجرب هذه الأسلحة، وبالتالي ثبت من خلال الحرب الممتدة 4 سنوات بأنه حتى تدريبهم لم يؤتي ثمارها. فنسبة الكوارث والأخطاء التي يدعونها أو العبث في تحديد مسار المعركة لم يجدي نفعا، ونتيجة للهدف العبثي أدى إلى نتيجة عبثية. الهدف الخامس وهو الأهم والأخطر، تعميق إضعاف اليمن حتى يسهل السيطرة عليه، وهذا الذي تحاول السعودية والإمارات أن تخفيه. إذن هم يحاولون إضعاف الدولة، إضعاف السلطة، إضعاف المجتمع، وبالتالي سهل عليهم بكل بجاحة أن يدخلوا بقواتهم من المهرة إلى حضرموت، إلى شبوة، إلى سقطرة، ويتحكمون بعدن وبأبيان وبكل المناطق المحررة. بدون إضعاف المجتمع من الداخل والدولة من الداخل والسلطة من الداخل لن تتمكن حتى أمريكا نفسها أن تستطيع أن تتدخل بالشؤون اليمنية، فما بالك بالقوات السعودية. إذن هذه الخمسة الأهداف العبثية أدت إلى نتائج عبثية، وبالتالي هي ستجني على المدى البعيد نتائج كارثية على أمنها وعلى وجودها أصلا. نعم، إذن اسمح لنا دكتور أن ينضم معنا أيضا الأستاذ عبد العزيز الهداشي، وهو خبير عسكري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم وتحية لكم وللمشاهدين وللضيوف الكرام. نعم، إذا أستاذ عبد العزيز كتبت أن الصاروخ قد يكون من طراز سوما الإيراني أو هكذا تعتقد، ما هي قراءتك لما حدث؟ أولا دعينا نعرج على يعني على الهجمات الحوثية على السعودية. في البداية كانت الحوثي يستخدم صواريخ البالستية من طراز سكود إي وسكود بي، وهذا الصواريخ هن عتيقات نوعا ما، ويسهل استهدافهن بالالتقاط الذبذبة الرادارية لهن، ومن السهل برضو للبتريوت اصطيادهن. صواريخ المجنعة وصواريخ كروز هذه اولا تكون الذبذبه الراداريه ضعيفه جدا، وبالتالي من الصعب على الرادارات التقاط الذبذبه. ثانيا في هناك انواع مختلفه من الصواريخ المجنحه وصواريخ كروز تكون قريبه من سطح الارض يعني، وتتعرج يعني حتى في المسارات ترتفع مع الجبل وتنزل على ارتفاع 100 متر من سطح الارض، ايا كان سطح الارض. قد تمشي قريبه في مناطق ساحليه، فعندما يصادفها جبل تميل بميلان الجبل، وبالتالي من الصعب جدا يعني اقول من الصعب جدا التقاطها راداريا، خصوصا الصواريخ الكروز الصغيره الحجم. وهذه يمكن اطلاقها سواء من البر او من الجو عبر الطيران او من البحر عبر الغواصات او السفن. الصاروخ هذا العيب الوحيد هو سرعته قد تصل الى حوالي 1200 كيلو، يعني لو افترضنا انه تم اطلاق الصاروخ هذا من اقرب نقطه حدوديه يمنيه، المسافه حوالي 112 كيلو من منطقة علب، لكن هذه تحت سيطرة الشرعية، فالأرجح أنه من منطقة داخل يعني عمران أو حجة،
المسافة هنا 150 كيلو، مسافة الصاروخ المسافة التي قطعها 150 كيلو، وأصاب هدف، يعني بغض النظر أنه مدني أو غير مدني، وكان الهدف المستهدف المطار كما صرح الحوثيين. الإصابة كانت إلى حد ما مزعجة. ما يعيب هذا الصاروخ هذا ما ذكرناه من السرعة وعدم استكشاف الرادارات له وصعوبة إسقاطه، تعتبر مميزة للصواريخ كروز، لكن ما يعيب صواريخ كروز أنها الرأس المتفجر خفيف نسبيا مقارنة مع صواريخ سكود. صاروخ سكود قد يصل الرأس المتفجر إلى 1000 كيلو جرام، وقد يصل إلى 2000 أو يزيد عن ذلك، بينما أغلب الصواريخ كروز على مستوى العالم الغالبية تكون في حدود 200 كيلو جرام، يعني بمعنى أن الأثر التدميري له منخفض جدا. من بداية الحرب نبهنا في التحالف على أن الحرب أن الحوثي سوف إذا طالت الحرب سوف يمتلك أسلحة وسوف يحاول أن يقاتل بأي شيء يمتلكه. إذن أستاذ عبد العزيز، يعني من وجهة نظرك، يعني هذه يعني التحالف أعلن بأنه دمر منظومة الصواريخ الخاصة بالميليشيا أو التي استولت عليها الميليشيا، لكن وجود مثل هذه الصواريخ تقريبا حسب المصادر 218 صاروخ باليستي تم إطلاقه منذ بداية الحرب حتى الآن، يعني الأستاذ أو الدكتور فيصل الحذيفي في بداية الحلقة وهو ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية تحدث عن ثلاث احتمالات، إما أنها تم يعني ما زالت معهم منذ يعني منظومة علي صالح منذ 30 عاما الذي تم جمعها، أو أنها تم تطويرها، أو تم دعم إيران لهم، وفي كل الأحوال هذا يعيب التحالف. من وجهة نظرك كيف يمكن أن تصل هذه الأسلحة للميليشيا؟ اولا صواريخ سكود اي وسكود بي كانت موجوده لدى الجيش اليمني ومسافتها لا تزيد عن 400 كيلومتر، وانا ارجح يعني انه تم تطوير هذه الصواريخ بحيث تزيد مسافتها من 300 الى 400 كيلو حتى وصلت الى 1000، ويتم تطوير هذه الصواريخ بتخفيف الرأس المتفجر، بمعنى إذا كان الرأس المتفجر 1200 كيلو جرام ممكن تخفيفه إلى 600 كيلو جرام، ومن ثم فإن الصاروخ هذا يصل يتحمل نسبة وقود أكبر أو يكون مخزونه من الوقود أكبر، وبالتالي يصل إلى مسافات أبعد. هذا بالنسبة للصواريخ سكود، لكن بالنسبة للصاروخ والمقذوف حق اليوم لم يكن يمتلك الجيش اليمني منه على الإطلاق أساسا، والدول التي كانت تمتلك صواريخ سكود يعني حتى عام 2010 و 2011 تاريخ سقوط علي عبد الله الصالح كانت دول بعدد الأصابع، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، بريطانيا، فرنسا، ودخلت المنظومة فيما بعد الصين أيضا كانت تمتلكه، دخلت فيما بعد كوريا الشمالية وإيران وتركيا في المنظومة، هذا إضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي. فحتى عام 2011 تاريخ سقوط علي عبد الله الصالح لم يكن هذا الصاروخ قد دخل القوات اليمنية. أضف إلى ذلك حتى إيران نفسها في ذلك الفترة لم تكن قد امتلكت هذا النوع من الصواريخ، أو لم تكن قد صنعته، وهو صاروخ مطور، أو إيران اشتقته من أحد أنواع الصواريخ الروسية. الأرجح بالنسبة للصواريخ سكود أو الصواريخ البالستية أنه تم تطوير المخزون، وأنا أعتقد في حدود 400 إلى 500 صاروخ وربما أكثر، لأن هذه كانت أسرار عسكرية لم يكن أحد يعرفها. بداية المعركة عندما أعلن المتحدث باسم التحالف العربي أنه تم تدمير 95%، قد يكون من باب التهويل الإعلامي، لكن حقيقة أن الصواريخ هذه كانت في مناطق محصنة جدا أو ومتفرقة، وصبر يستخدمها الحوثي كان يستهدف المناطق الجنوبية لأنه هذا المدى الذي تحققه، لكن أعتقد أنه تم عبر خبراء إيرانيين وطرحي خط أحمر تحت خبراء أوكرانيين أيضا متواجدين في بيروت، هناك يتم التطوير عبر يعني التواصل عبر الإنترنت، وهناك لا تنسي أن هناك من الجيش العراقي السابق من كان متواجد في اليمن وأغلبهم خبراء، عملوا على تطوير صاروخ سكود الموجود لزيادة المدى لهذه الصواريخ.
هناك نوع من هذا الصواريخ البالستية بداية الحرب كانت تسقط على تسقط في الأراضي اليمنية بحيث أنهم يطلقوها من صنعاء سقطت في حجة وعمرة، لكن مع المدى تحسن الأداء، تحسنت الخبرة، أصبحوا يمتلكون قدرات يعني عاملة في الواقع. أنا لا أقول أن الحوثي هو طور، وإنما الحوثي أعتقد يقوم بتجميع صواريخ كروز، صواريخ كروز من السهل حتى صواريخ سكودا البالستية من السهل إدخالها إلى اليمن إذا دخلت بأي طريقة من الطرق، هي لا تدخل على شكل صواريخ، تدخل على شكل قطاع مجزع. بعض أي صواريخ يتم تصنيعها في اليمن في ورش عادية خصوصا الهياكل الخارجية، لكن الأجزاء الفعالة من الصاروخ تدخل على شكل قطاع من الخارج. من أين تأتي أو كيف تدخل هذه مسألة أخرى. لكن استطاع الحوثي ان يصالح، دعيني اكمل الفكره. بالنسبه لصواريخ كروز انا متاكد على ان النوعيه هذه لم يكن الجيش اليمني يمتلك هذه النوعيه من الصواريخ، وبالتالي وصلت الى الحوثي اما عبر التهريب، وهذا قصور في التحالف العربي كونه يسيطر على السواحل ويسيطر على الحدود البريه، الحدود البريه الان يسيطر عليها التحالف، فهذا قصور في التحالف. لكن إذا استمر الذي أريد أن أقوله أن الطائرة المسيرة أو صواريخ كروز هي لا تؤثر على مسار الحرب، ولكنها قد تضع موازين أو تعادل الرعب لدى الطرفين. نعم، إذن كيف يمكن أن تتصرف الرياض حيال ذلك أستاذ عبد العزيز؟ يعني مسألة التطوير ومسألة استهداف يعني أهداف في العمق كما يقال، ولا نجد أي تحرك حقيقي لحل المعركة من قبل السعودية. أولا يجب تحريك الجبهات الفاعلة وخط أحمر تحت الجبهات الفاعلة. الجبهات الفاعلة ممكن أولا أن نضع المحور الرئيسي محورنا، هذا المحور الرئيسي يجب أن يتحرك ويصل إلى نجيب بن غيلان، وهذا رقم واحد. ثانيا تحريك جبهة صرواح. ثالثا هم تم إخراج تعز من المعادلة العسكرية، وهذا خطأ كبير جدا، كون تعز هي إحدى بؤر الصراع في اليمن وتمتلك جيش هائل، يجب إشعال جبهة تعز وتحرير تعز، إعادة الثقة ما بين الشعب اليمني والتحالف من جهة، وإعادة الثقة ما بين الشرعية والتحالف. يجب أن يتفق الشرعية والتحالف على حسم المعركة عسكريا، على الأقل إذا لم يكن عسكريا حسب بنسبة 100% ضروري أن ينهزم الحوثي في عدة محاور رئيسية. المحور الأول محور مريس دم الرضمة يريم، هذا يجب أن تصل الشرعية إلى يريم. المحور الثاني يجب أن تتحرر البيضاء كاملة بتحريك جبهة قانية وتحريك جبهات الزهر وجبهة ناطع والوصول على الأقل إلى مديرية رداء. المحور الثالث محور الجوف، عفوا أختي الكريمة، المحور الثالث يجب أن تصل قوات الشرعية تحريك الجوف غربا وليس شمالا، لأن الحرب في الجوف عبثية كلها في الشمال عبثية، باتجاه تحرير المصروف والمطمة. الخطوة الأخيرة تحريك جبهة الحديدة وتحرير الحديدة والضرب بالاتفاقات الأممية عرض الحائط. هنا يستطيع حتى لو كان هناك حل سياسي يتم التفاوض مع الحوثي من موقع قوة، لكن في الوضع الراهن أو محاولة حل حسم المعركة بالطيران أمر لا يمكن تحقيقه ولم يحدث في تاريخ الحروب، من الحرب العالمية الثانية مرورا بالحرب الكورية بحرب فيتنام بحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، إذا لم تكن هناك قوة تتحرك على الأرض لحسم القضية عسكريا فلن يحصل أي حل سياسي، وأي حل سياسي الآن وضع الحوثي الآن معناه انتصار الحوثي، ولن يلبث عدة سنوات إلا وقد امتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة، أقول ترسانة كبيرة من الأسلحة الصاروخية، وأيضا سوف يمتلك مضاد. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، إذن يعني أكثر من 300 هدف في العمق السعودي حسب تصريح قادة حوثيين، وجود أكثر من
أو 500 صاروخ باليستي ما زال معهم. هل تعتقد أن تحرك اليوم أو الصاروخ الذي استهدف أبها مطار أبها بالأمس سيكون كفيل لتحرك السعودية جديا لحسم المعركة كما طرح الأستاذ عبد العزيز؟ السعودية والإمارات ودول التحالف مجتمعة وحتى الشرق الأوسط ومعها الولايات المتحدة لن تستطيع حسم المعركة باليمن ما لم يمنح اليمنيون أنفسهم فرصة تحرير بلدهم. يعني أنا قلت في بداية الحديث من العار على دول التحالف أنها لا تستطيع أن تدعم الجيش اليمني والمقاومة اليمنية وهي على حدود تماس مباشرة مع اليمن بقدر ما تفعل إيران وهي بعيدة آلاف الكيلومترات بدعم فني ومالي وعسكري، وجعلت من الحوثيين قوة قادرة على الصمود وقادرة على أن تفرض شروطها كصورة أمر واقع. بالنسبة لحسم المعركة في اليمن لا تكون إلا في قرار عسكري من الجيش اليمني. اليوم تعز محاصر ومستثنى من المعادلة كما قال ضيفك، وأصحاب واليمنيين كلهم يعرفون ذلك، وخنقت تعز لأنها إذا تحررت ستشكل ثقل كبير في الانتصار. المعركة في اليمن لن تقوم على مسألة التفاوض مع الحوثيين، أي تفاوض مع الحوثيين إنما هو تأجيل المعركة قادمة حتى لو توافق الناس على حل سياسي. المعركة في اليمن لا تقوم إلا على غالب ومغلوب، إما أن الحوثيون يستولون على اليمن ويحكمون وبالتالي تتحوث اليمن وتصبح تبع إيران، وعلى السعودية أن تتحمل نتائجها. وأنا أقولها بالفم المليان وليسمع السعوديون تحديدا والخليجيون بأن إذا تجاسروا كثيرا في إضعاف اليمنيين فإن النقمة تزداد والغضب الاجتماعي يزداد، وكثير من الناس يبدأوا يتعاطفون مع الحوثيين وممكن أن يقبلوا بهم كأمر واقع، وربما أيضا يرفضون استمرار السلطة الشرعية الفاشلة التي أثبتت أنها غير جديرة بحكم اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية. وبالتالي الانتصار الحقيقي بدعم الجيش اليمني لكي يسترد الدولة، والدولة وحدها هي قلنا من سيهزم الحوثيين وهي من سيحفظ أمن الخليج ومن سيحفظ خاصرة السعودية الجنوبية. التخبط من السعوديين بشراء دم يمني من الشباب بعد أن أفقرت الناس وجوعتهم ثم تأتي بسماسرة وتعطي على الرأس 4000 سعودي 5000 سعودي وتوظفهم هناك في المعركة ب 1500 سعودي ثم يرجعون لنا جثث ميتة، هذا ليس انتصارا ولن يؤدي إلى انتصار ولا حماية للجنوب السعودية. قال لي أحد الزملاء وأنا آتي إلى الاستوديو، بالله كيف يدفع للشهيد السعودي القتيل في السعودية مليون ريال سعودي دية إلى جانب تعويضات أخرى، بينما لا يسمح لجثة اليمني الذي يقاتل بشكل مرتزق في الجنوب في الحدود حتى ثمن دفنه؟ كذلك شهداءنا وجرحانا الذين في الميدان لا بواكي لهم، لا أسرهم ولا جراحهم، ونحن الآن أمام السعودية وأمام دول التحالف وأمام الشرعية التي أهملت هذا الإنسان الذي يدافع ليس فقط عن استرداد الدولة اليمنية وإنما عن أمن إقليمي إذا انهدم سيطالهم هم. يعني المجتمع الدولي والنظام الدولي له أهداف أخرى بعيدا عن أهداف السعودية وعن أهداف دول التحالف. أهداف الدول النظام الدولي أو الدول الكبرى هي إضعاف المنطقة للسيطرة عليها بدون خسارة مادية ولا مالية، وكذلك تحريك تجارة السلاح، وعندما تضعف فهي تسيطر على كل الثروات بدون أدنى خسارة. والكارثة الأكبر بأن اليمن تنتهك سيادته من قبل دول التحالف، ودول التحالف نفسها قرارها منتهك من الدول الكبرى. إذن أن كلا الأطراف لا يعون هذه المخاطر، وبالتالي ينبغي أن نعود إلى الرؤية السليمة، أن تعزز دول التحالف من مقدرة الدولة والسلطة الشرعية والجيش اليمني، وتعزز سيادة اليمن، وأيضا تعزز سيادة نفسها بحيث تتشكل كتلة إقليمية عربية قادرة على البقاء وعلى الصمود أمام هذه المخاطر. ركون دول الخليج على الحماية الأمريكية هي لن تدوم، لأن موازين القوى الدولية متغيرة. اليوم عندنا الهند داخلة في خط القوة، الصين في خط القوة، تركيا في خط القوة، إيران في خط القوة، إندونيسيا تبعث من جديد، وبالتالي لن يستمر الوضع في السياسة الدولية في إطار القطب الواحد.
نعم إذن شكرا حتى تعول عليه السعودية مثلا. نعم إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء من جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.